طيب احنا طرحنا سؤال في بدايه الحلقه عشان الوقت الجري معاك بسرعه جدا حبيبي. ففرصه وانت معانا نستعرض المشاركات على سؤال الحلقه. واحنا سالنا وقلنا في ظل ضغط مباراه الاهلي هل تتوقع اجراء تعديل على تشكيل الاهلي في مباراه زد؟ تعال نشوف مع بعض يلا بينا. الناس توقعت وقالت ايه. اول تعليق معايا مصطفى الهواري بيقول قفشه وعبد الفتاح هيبقوا اساسي، يقصد طبعا خالد الفتاح في خط الدفاع وقفشه في نص الملعب. طب ده اول تعليق. يوسف بيقول احتمال كبير يبقى في تعديل في اثنين لعيبه على الاقل. طيب هو اللي قبلك على طول توقع مين. حسام حسن بيقول اتوقع عمر كمال باك يمين وقفشه وخالد عبد الفتاح مكان يوسف ايمن. تمام، يعني بتوقع تغيير في ثلاث مراكز ممكن. عبد العزيز حسن بيقول بالتاكيد هيكون في تغيير اربع لعيبه بنسبه كبيره في حراسه المرمى والباك رايت والهجوم. اوكي، ناخد تعليق تاني معانا. ناصر بيقول اتوقع تعديل بنسبه كبيره ما بين لاعبين او ثلاثه، واتوقع ان شوبير يشارك في حراسه المرمى مكان محمد الشناوي. ده كل ده في ظل ضغط الماتشات، التعديل هيبقى قد ايه؟ محمد شعبان بيقول من الطبيعي لازم يحصل تعديل عشان الاصابات، رضا سليم لازم ياخد وقت اطول شويه عشان يعرف يثبت نفسه، وايضا عمر الساعي. ده تعليق مهم جدا، اتكلم على عمر الساعي ورضا سليم. لو عايز تعلق في جمله اخيره انا معاه بجد، رضا سليم من الناس اللي هي لازم تاخد دور اكبر من كده، لان رضا يمتاز بالسرعه والمهاره، وقد ايه رضا يعني من اول مباراه جه النادي الاهلي شد انتباهي انا شخصيا بصراحه. فرضا من الناس اللي هي لازم تاخد دور اكبر الفتره الجايه.